والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مع حسن العمل حسن القصد، لأن حسن القصد من النعم العظيمة التي يؤتاها العبد ببركة إقباله على الله سبحانه. وكم من أناس حسنت أقوالهم وساءت مقاصدهم، وكم من أناس زخرفت أقوالهم ولم تطمئن بالدين قلوبهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن القصد وحسن القول وحسن العمل، وأن يجعل هذا المجلس له سبحانه وتعالى خالصا ليس لأحد فيه شيئا. ونواصل الحديث إن شاء الله من الفقرة 59 إن شاء الله. ومنه ما فرض الله على خلقه، ومنه أي من البيان، ومنه أي من البيان ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليه. معذرة، طبعا الاجتهاد كما ذكرت لكم من قبل اللي هو بذل المجهود، بذل الطاقة، واستفراغها في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. والدليل التفصيلي هو الدليل الجزئي الذي يتعلق بقضية معينة ليشمل حكما معينا، كما قلت لكم كقول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن هذه الآية أو هذا النص يتعلق بقضية معينة، وهي قضية ليه؟ قضية ليه؟ السرقة، ليس قضية القتل ولا قضية الزنا، ولكنها بقضية السرقة، واشتملت على حكم خاص بهذه القضية، حكم ليه؟ القتل، وهو حكم القتل. فالذي يقول أو الذي يستنبط الحكم من الدليل هو من؟ هو الأصولي، هو الفقيه. الفقيه هو الذي يستنبط الحكم من النص أو من الدليل. ودائما الاجتهاد يحتاج إلى مشقة، فكما قلت لكم من قبل لا أقول بذلت جهدي في حمل القلم، ولكن أقول بذلت جهدي في حفظ العلم، بذلت جهدي في بناء البيت، بذلت جهدي في دفع العدو، ومنه سمي الجهاد إيه؟ جهادا. تفضل. إنه يقول تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وقال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال: عندنا الظهور الشرعي يحتاج دائما إلى مجهود، الظهور الشرعي ليظهره على الدين كله، هذا كله يحتاج إلى مجهود. مجهود في إظهار الدين بالسيف، ومجهود في إظهار الدين بالحجة. فالدين كما يظهر بالسيف والسنان فإنه أيضا يظهر بالحجة والبيان، وهذا كما أنه يحتاج إلى جهد في صد الأعداء بالسيف، فهذا أيضا يحتاج إلى جهد في صد الأعداء بماذا؟ بالحجة. وبالتالي أو يؤسس على ذلك بأن ما يبذله العلماء في دفع الشبه وإقامة الحجج ونصب البراهين وإظهار الدين لا يقل عما يبذله المجاهدون في ساحات الوغى من رد الأعادي والكفار. ولذلك كان أو في بعض الآثار التي في إسنادها كلام بأن مداد العالم كدم الشهداء، بأن مداد العالم كدم الشهداء، وذلك في ماذا؟ وذلك في بذل الجهد وقاسم المشابهة. قال الشافعي: توجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام، وقال النبي: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر
المسجد الحرام وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطره. وقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه. فدلهم جل ثناؤه اذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم منه بالعقول التي ركن فيهم المميزه بين الاشياء وارضى بها والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي امرهم بالتوجه شطره. نعم، يعني امر الله سبحانه وتعالى المسلمين ان يتوجهوا الى بيت الله الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجهكم إيه؟ شطره، والشطر معنى الوجه والجهة. طيب، فإذا وجد المسلمون عين المسجد الحرام وصلوا نحوه فهم بذلك متبعون للنص عينا، لأنهم يصلون إلى بيت الله الحرام. يعني لو أن ناسا في مكة فإنهم يصلون إلى بيت الله الحرام. طيب، لو أن قوما في فلاة أو صحراء أو بحر ولم يتهيأ لهم ذلك الأمر، كيف يصلون إلى بيت الله الحرام؟ إذا لابد لهم أن يبذلوا جهدهم في معرفة ماذا؟ القبلة. لابد أن يبذلوا جهدهم في معرفة القبلة. فكما أن الله سبحانه وتعالى أمر أن يولي المسلمون وجوههم شطر القبلة، فإذا لم يستطع أن يبين عينها نصاً وعينا فلا بد ان يبذل جهده في بيان ايه؟ عينه. وباذل الجهد معذور. يعني افترضنا ان هو بالامارات والعلامات والمنارات التي جعلها الله تعالى كونا والادله التي جعل الله تعالى في عقله بهذا كله، اي القبله الجهد اهي، وصل الى هذه الجهه وبعد ان هنها صلاته قيل له لا، ان القبله في هذه الجهه، هل يلزمه أن يعيد صلاته؟ لا يعيد إيه؟ صلاته، لا يعيد صلاته، لأنه عندما بذل جهده في تحري القبلة فصلى إلى غير القبلة كان بذلك مطيعا بالتحري والاجتهاد، كان بذلك إيه؟ مطيعا بالتحري والاجتهاد، فلا يلزمه أن يعيد صلاة. مثل ماذا؟ في مسجد قباء كان المسلمون يصلون إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. فعندما صلوا إلى بيت المقدس كانوا بذلك مطيعين، فلما نزلت الآيات فولي وجوههم شطر المسجد الحرام إيه اللي حصل؟ فانحرفوا واستداروا فصلوا في جهة البيت الحرام. يبقى إذا ما ليس هناك إشكال إن الإنسان يتحرى حتى إذا أخطأ في التحري فهو إيه؟ فهو معذور. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له إيه؟ له أجر. يبقى إذن في عندنا المقاصد التي نص عليها ولم يبين عينها يهتدى إليها بالعلامات والأمارات والمنارات سواء الحسية أو العقلية. الحسية زي النجوم، زي الحجارات التي تكون مثلا على الطرق او نحو من ذلك، او في العقول، ودلالات العقول قد تكون يعني ايه اسد من دلالات الحس، قد تكون دلالات العقول اسد من دلالات الايه الحس. فقال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فكانت العلامات جبالا وليلا ونهارا فيها أرواح معروفة ما، وإن كانت مختلفة المهاب، وشمس وقمر ونجوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك. تجد الأمر عجيب جدا، الجماعة اللي هم بيمشوا في الصحراء أو بيبحروا في البحار بيبقوا عارفين النجوم بأسمائها. فالنجم مثلا لو في هناك ثلاث نجوم جنب بعض يقول لك دي الايه؟ الثريا. والثريا دي بتطلع الساعه الفلانيه. فيقول لك الساعه دلوقتي الساعه مثلا كذا. تبص في الساعه تلاقي بالفعل زي يقول لك بالضبط. تقول له كيف عرفت ذلك؟ يقول لك بص كده دي اسمها الايه؟ الثريا.
ودي ما بتطلعش الا الوقت الفلاني، فكنا طلع دي معناها ساعه كذا. يقول لك ان دلوقتي ده وقت الظهر. ليه؟ يقول لك الشمس لما بتتحرك كذا يبقى ده وقت الظهر. يقول لك الساعه دلوقتي الساعه الواحده بعد منتصف الليل. كيف عرفت ذلك؟ يقول لك في هناك نجم ام جاري كده اسمه كذا، فجاري ده بيبقى ساعه كذا. وهذا الامر انا رايته بنفسي، يعني بعض الجماعه الصيادين خرجت معهم منذ يعني مثلا سنه 81 80 كده، فرايت ذلك بنفسي يعني منذ اكثر من 22 سنه. يقول لك الوقت ساعه واحده، دلوقتي الساعه 3، الساعه كذا، واقوم باصص في الساعه 3 بالفعل كما قال. فهم يسمون النجوم باسماء يعلمونها، الثريا، العقرب، الماعز، كذا كذا كذا، ويجعلون أوقاتا ترتبط بظهور وأفول هذه الكواكب، بظهور وأفول هذه الكواكب. فقرأ هذه الفقرة من تالي. فكانت العلامات جبالا وليلا ونهارا، فيها أرواح معروفة الأسماء وإن كانت مختلفة المهاب. المهاب أي الهبوب، أي مكان الهبوب. المهاب مكان الهبوب. وبعدين الشمس ممكن نرى برضك وشمس، يبقى دي بقى على الايه، على الكلام العلم الحديث ان الشمس ليست شمسا واحده ولكن ايه، شمس. يبقى ده سبق، بس احنا مش عاوزين نقول الكلام يعني، خلاها وشمس. ماشي. وشمس وقمر ونجوم معروفه المطالع والمغارب والمواضع هي الثلاث. انت قلت معروفته ليه؟ ليه معروفته؟ وشمس وقمر ونجوم معروفة المطالع. خبر لو فين المبتدأ؟ صح، ما هي خبر ونعت، كلاهما صواب، تنفع كذا وتنفع كذا. نعم. فرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دلهم عليه مما وصفت. فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزيلين. مزيلين أي تاركين. مزيلين أي تاركين. غير مزيلين أمره جل ثناؤه. أي غير تاركين أمره جل ثناؤه. إذا المسلم مطلوب منه أن يبذل جهده. أن يبذل جهده. وهو عندما يبذل جهده فإنه لا يكون تاركا لأمر الله عز وجل. ليه؟ لأن ربنا هو الذي أمر بالاجتهاد. أي. ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام أن يصلوا حيث شاءوا. طبعا. افترضنا واحد مش عارف يعني مش عارف فين القبلة، يصلي تجاهها خلاص ولا لابد ان يتحرك؟ يتصور مثلا كده قبلة عباد الرحمن في الجهة هي، طب هو مكانه في الجهة هي، يقعد يتصور ويتخيل ويتهيأ وما الى ذلك لغاية لما يصلي. اذا لابد ان تبذل جهدا. اذا الاصل في هذا الدين الاجتهاد، كل حاجة لابد ان تبذل فيها ايه؟ جهدا. فضل. وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. نعم. طيب. وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد، ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء بما استحسن. بما استحسن. نعم. فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق. أيوة. طبعا ده الموضع الثالث في الطعن في الاستحسان. احنا مر علينا موضوعين همز في الاستحسان. موضوعين همز فيهما في الاستحسان. عندما تكلم على مسألة دين المشركين. وأن هذا الدين استحسنوه وفق اتباعهم للهوى. في موضعين متتاليين. وهنا أيضا يقول بأن الاستحسان إنما هو نوع من الظن على غير مثال سابق، كأنه يريد أن يقول بأن الاستحسان إيه؟ بدعة. كأنه يقول أن الاستحسان بدعة. اقرأ الثقة دي من التالي. وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال. أيوة. لا أحد يقول في دين الله عز وجل إلا بالاستدلال، فلا يقول هذا حلال أو هذا حرام إلا بماذا؟ إلا مستدلا على كلامه بنص.
طيب من الذي له حق الاستقلال في الكلام في دين الله عز وجل؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والكلمة ديت أو الفقرة ديت هتيجي بالتفصيل عند الإمام الشافعي مرة أخرى، هيبقى تلاقي باب حالة إن شاء الله. وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا باستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد، ولا يقول ما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مجال سابق. طيب أنا قلت قبل كده أن الاستحسان اللي هو الإيه؟ الأخذ. ها؟ أيوة أحسنت. قولها من تاني كده بصوت عالي أوي. تشريع مقتضى التيسير على الناس هو نفس الشيء. هو الأخذ بما يتصور أنه أرفق بالناس من دون إيه؟ من دون نص. يعني تصور أن ده أرفق بالناس وأحسن بالناس من غير ما يكون فيه نص. طب جيت كمنا منين بقى؟ وهذا كله في أمور الدين. هذا كله في أمور الدين. نعم، في حد عاوز يقول حاجة؟ لأن إذا كان هذا الأمر في غير أمور الدين فالمسألة فيها سعة. يعني في غير أمور الدين فهذا الأمر فيه إيه؟ فيه سعة. يعني مثلا لو قالوا إن إحنا عاوزين نخلي شارع الجلاء رايح بس، هذا أمر بالفعل يتصور أنه أرفق بالناس، ما فيش فيه نص. ما فيش نص كده في القرآن وفي السنة إن شارع الجلاء يكون اتجاه واحد، فالأرفق بالناس هيخلي لك سيولة في المرور، هيقلل الحوادث، هيخلي الشارع غير مزدحم، فالأرفق بالناس ومش فيه نص. بس ده غير موجود في الدين. يعني المسألة دي بنصها كده مش موجودة في الدين، ولكن ده مما يحتاج إليه الناس في دنياهم. فده ليس في الاستحسان المذموم. الاستحسان المذموم إنما في ماذا؟ في الدين. إنما في الدين، لأنه نوع من اتباع الهوى. فأمرهم أن يشهدوا ذوي عدل، والعدل أن يعمل بطاعة الله. جميل أوي الجملة دي، تحفظ لأنها ستفيدك كثيرا أيضا، مش في الأصول الفقه، أيضا في باب علم الحديث. من هو العدل؟ العدل هو الذي يعمل بطاعة الله عز وجل، والعدل هو العادل. العدل هو الذي يعمل بطاعة الله، في المعنى العادل اسم فاعل. إذا من هو العدل الذي يعمل إيه؟ بطاعة الله. لذلك إذا أتى بفاحشة ظاهرة وعرفت عنه فإن عدالته إيه؟ تسقط. عدالته إيه؟ تسقط، لأنه ليس عاملا بطاعة الله عز وجل. نعم، شاهد العدل أي الشاهد الذي يعمل بطاعة الله. ولذلك احنا عاوزين يعني الشهود على العقود والمعاهدات يكون من أهل العدل. وأظن أن يعني من أسباب فساد هذه الأمة أن معظم الذين يشهدون على عقودهم وعلى مواثيقهم ليسوا من أهل العدل، من أول الاتفاقية الدولية لغاية عقد الزواج وعقد البيع. الاتفاقيات الدولية الفسقة والكفر هم الذين يشهدون على هذه العقود، واتفاقيات الزواج والنكاح وما إلى ذلك أيضا أهل الفسق في غالبهم هم الذين يشهدون عليها. فالإنسان يتحرى في عقوده وتصرفاته المقيدة أن يكون الشاهد عليها عدلا، أي عاملا بطاعة الله. فكان لهم السبيل إلى علم العدل والذي يخالفه. وقد وضع هذا في موضعه، وقد وضعت جملا منه، وجبت أن تدل على ما ورائها مما في مثل أعمالها. إن شاء الله سيأتي في باب العلم بإذن الله تعالى. باب البيان الأول. قال الله تبارك وتعالى البيان ولا البيان؟ تنفع الاثنين، تنفع البيان والبيان. باب البيان؟ نعم، باب البيان الأول. لو قلنا باب البيان الأول صح، قلنا باب البيان الأول تصح. قال الله تبارك وتعالى في المتمتع: فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي. يعني يا اخوانا المتمتع، المتمتع هو الذي يهل بالعمرة، والذي يهل بالعمرة وبعد أن يؤدي العمرة ينفسخ منها، يتحلل منها. يعني مثلا يروح في شهر ذي القعدة، يبقى لسه على الحج مثلا كم يوم؟ الحج بيبدأ من 8، يبقى يقعد مثلا حوالي 20 25 يوم.
فيقول بدل ما افضل لابس ملابس الاحرام الايام دي كلها، لان هو ناوي ان هو يحج، فلو هو لو ما حجش هيفضل لابس ملابس الاحرام من شهر ذي القعده لغايه ما يتحلل بعد الحج، فممكن تطول عليه هذه الفتره. هو عاوز يسافر هنا وهناك، وعاوز يجري هنا وهناك، وعاوز ياخد راحته شويه، فيعمل بقى ازاي؟ يتحلل من الاحرام، يتحلل من الاحرام فعليه دم. فاذا تحلل من الاحرام فيجب عليه الايه؟ الدم. ثم بعد ذلك يحج، ثم بعد ذلك ايه؟ يحج. فيجوز له عندما يتحلل من الاحرام ان يتمتع، يتمتع بما شاء، ماشي الحال، فسمي بذلك ايه؟ تمتعا. فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع تلك عشره كامله، ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. فكان بينا عند من قوم بهذه الايه ان صوم الثلاثه في الحج والسبع تخرج في المرجع عشره ايام كامله. قال الله تلك عشره كامله، فاحتملت أن تكون زيادة في التبيين، واحتملت أن يكون أعلمهم أن ثلاثة إذا جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة. وقال الله يعني الإمام الشافعي بيقول في قوله تعالى تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، كأنه يريد أن يبين أن المقصود السبعة زائد الإيه؟ زائد الثلاثة. لأن أحيانا الواو تأتي بمعنى التخير، تأتي بمعنى التخير، زي لما نقول جالس الحسن والحسين، فالمقصود هنا جالس الحسن أو الحسين، فالواو هنا لا تأتي بمعنى الجمع ولكنها تأتي بمعنى الإيه؟ بمعنى التخير، جالس الحسن وابن سيرين كلاهما يعني متعاصران، فإما تقعد مع الحسن أو تقعد مع ابن سيرين كلاهما إيه؟ كلاهما لك. فلو قال في قول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قد يفهم إن لو هنا برضك للإيه؟ للتخيير. فاللي يصوم إما يصوم ثلاثة أيام في الحج أو يصوم سبعة أيام لما يرجع على الدار للبيت، فلو كده أو لو كده، فحتى يبين الله عز وجل أن هذا ليس هو المراد قال إيه؟ تلك عشرة إيه؟ كاملة. إذا لو هنا ليس معنى أول ولكن هنا بمعنى الإيه؟ الجمع. إذا فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، حتى لا يتوهم ذلك قال إيه؟ تلك عشرة كاملة. اقرأ حد من تاني بقى. قال الله تلك عشرة كاملة، فاحتملت أن تكون زيادة في التبيين، واحتملت أن يكون أعلمهم أن ثلاثة إذا جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة. مفهوم كده يا فندم؟ تمام. يعني تلك عشرة كاملة قد تكون زيادة في التبيين، زيادة في التبيين، وقد يكون المقصود منها حتى، لأن هؤلاء الناس يعني قوم عرب أقحاح، مش زي حالتنا كده، لا قرب، قوم عرب أقحاح، يعني بيسمع الحاجة ممكن يتصور لها أكثر منين؟ أكثر من دلالة، يعني ليسمع الجملة ممكن في دماغه لها مثلا عشر دلالات من أول مرة، زي الطبيب مثلا لما واحد يشيك من هنا ومن هنا ومن هنا يبقى في دماغه مثلا عشر احتمالات، عشان أنا جاهل أنا ما أعرفش الاحتمالات دي، لكن عشان هو عالم بالطب فيعرف هو الاحتمالات دي. كذلك هم لأننا جهلة باللغة إحنا مش عارفين حاجة، فإحنا مش عندنا مشكلة في الآية، ليس عندنا اشكال في الايه، تلك عشرة كاملة، ايه المشكله يعني؟ يبقى 7 زائد 3 يساوي 10. بس احنا يقول لك قال لا، يبقى القران ازاي؟ ما هي 7 زائد 3 يساوي 10. فليه ربنا قال تلك عشرة كاملة؟ زودها ليه؟ ما هو ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعت. إلى المجموع كام؟ دي محتاجة إن ربنا يقول تلك عشرة كاملة؟ دي مفهومنا بقى الناقص. والناس اللي بيدوروا على الفزلات يقول لك لابد بقى نفكر هنا ليه وعشان ايه؟ لا، المساله بمنتهى البساطه ان الواو قد تاتي معنى التخيير وقد تاتي معنى الجمع، وهؤلاء عرب اقحاح، فربما يفهمون ان الواو هنا للتخيير، اما ان يصوم ثلاثه ايام او سبعه ايام اذا رجع، فاراد ربنا سبحانه وتعالى ان يبين ان هذا ليس مقصودا
وذلك في قوله تلك عشرات كاملة. قال الله في قال الله وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. نفس الشيء برضه، وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، دي للتبيين ليس ذا إشكال، ولكنها للتبيين. على فكرة بعض الفقهاء يقولون بأن الحيض مدته مدة الحيض 40 يوم. طب جيبوا كم ده منين؟ تلك فتم ميقات ربه 40 ليلة، يقول لك 40 ليلة، يبقى ميقات الحيض 40 ليلة. هذا نوع من التكلف، تكلف شديد. وذلك القول الصحيح في مسألة الحيض أنه ليس له حد في أعلى ولا في أدنى، فحيثما رأت المرأة من نفسها ما ترى من نفسها فهذا حيض، وإذا انقطع فقد انتهى لي الحيض، فليس له مدة لا في أعلى ولا في أدنى. فكان بينا عندما انقر بهذه الآية أن 30 وعشرا 40 ليلة، وقوله 40 ليلة يحتمل ما احتملت الآية قبلها من أن تكون إذا جمعت 30 إلى 10 كانت 40، وأن تكون زيادة في التبيين. نعم، أنا قلت لكم من قبل بأن لفظ الحشو ده مصطلح نحوي، مصطلح نحوي يقصدون به الزيادة، ولا نريد أن احنا نستخدم في الأصول المصطلحات النحوية التي قد يسوء فهمها الآن. يعني لو قلت مثلا قول الله تبارك وتعالى فتم ميقات رب 40 ليلة، قول لي حشو، أنا بصراحة يعني أجد أن دي كبيرة جدا على قلبي، لكن لو قلت أن هذه زيادة للتبيين لكان ذلك أولى، كما قال الشيخ فأنه أكثر مني أدبا وأكثر منا جميعا أدبا، وهو من السلف، ومن السلف فنلتزم بما إيه بما ورد. يبقى إذن الحشو واللغو هذان مصطلحان نحويان، والنحاة متجرئون قليلا، النحاة متجرئون ممكن يقول لك وهذا لغو في القرآن، يقصدون باللغو يعني إيه؟ يعني زيادة، مش يقصدون باللغو اللي هو الكلام الهايف التافه، لا، فانتبه لذلك الأمر. ماشي؟ وقال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض، ودي من الصيغ التي يعرف بها الوجوب، اللي يقول إعرابها ده يبقى ممتاز، فعدتهم وعدت صيغة عربية. أيوه، مين قال الخبر ده؟ قول خبر، فين المبتدأ بتاعه؟ أنت قلت ده خبر، فين المبتدأ بتاعه بقى؟ ينفع منك تبقى مبتدأ؟ يا مريض مبتدأ، طب نقراها مرة أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إحنا دلوقتي بنبين إيه؟ الحكم. بنبين الحكم دلوقتي، مش كده؟ المريض اللي هو أو الذي هو على سفر فأفطر في رمضان يومين ثلاثة، يعمل إيه؟ تبين الحكم هوت، إن الحكم إيه؟ عدة، يعني بعدد ما أفطره أياما أخرى من غير رمضان. يبقى عدة، عدة أي أيام معدودة بقدر ما أفطرها في غير رمضان. يبقى هنا تقدير إيه؟ فالحكم عدة من أيام أخرى. فالحكم أو حكم الله عز وجل عدة من أيام أخرى. يبقى عدة من أيام أخرى ده خبر، والمبتدأ المحذوف تقديره إيه؟ فالحكم عدة من أيام أخرى. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أيوة، يعني العبد بيستوفي ما أفطره في رمضان بعدد هذه الأيام في غير رمضان. أفطر يومين، يبقى بعد رمضان يصوم يومين، ثلاثة بعد رمضان يصوم ثلاثة أيام، وهكذا. نعم. فافترض عليهم الصوم ثم بين أنه شهر. يا سلام. الشهر عدة ما بين الهلالين. يا سلام. فليكون 30 و29. تمام، شوف بقى الكلام الجميل ده. يبقى الشهر ما بين الهلالين، ده شيء، ده شهر ليه؟ العرب ولا الفرنجي؟ العرب. إذا الشهر العرب، إذا الصيام والحج والحج كلها بتحسب بشهور الايه؟ العربية، تحسب بالشهور العربية. حضرتك هو بمعنى أو بضل ماشي، صح؟ بعد خلاص بقى أنت عارف القصة بقى. دلوقتي بقيت أستاذ بقى، 30
شوف هاي برضك شوف الجملة الحلوة دي، وقد يكون 23. يبقى هنا المجموع 59، يبقى شهر 59 يوم ينفع؟ لا، ولكن المقصود بالواو هنا الايه؟ او 30 او 29. كانت الدلالة في هذا كالدلالة في الآيتين. على فكرة كلمة الدلالة دي مبسوط منك منها او، ولكن أرشح تكون أنت المتحدث الرسمي في كل مجلس. الدلالة والدلالة كلاهما ايه؟ صور. ماشي؟ الدلالة والدلالة. أيوه. فكانت الدلالة في هذه كالدلالة في الآيتين، وكان في الآيتين قبله دلالة تبيين جماع العدد. أي جماع العدد أي مجموع العدد. زيادة تبيين جماع العدد. وأشبه الأمور بزيادة تبيين جملة العدد بالسبع والثلاث وفي الثلاثين والعشر أن تكون زيادة في التبيين. شوف يا أخي الحبيب، زيادة في التبيين ليس حشوا ولا لغوا. ده بما لأنهم لم يزالوا يعرفون هذين العددين وجماعه. قضية دي مسألة مهمة جدا، إن العرب كانوا يعرفون الجمع، بيعرفوا الجمع هو، وربنا قال في القرآن كده تلك عشرات كاملة بمجموع الايه؟ السبعة وثلاثة. يبقى العرب دولت ما كانوش بقى يعني أرض ما كانوش يعني بهايم يعني أبدا، كانوا بيعرفوا الأعداد، سبعة زي ثلاثة يساوي عشر. أخبرك ممكن يعرفوا الجمع المتناهي، ممكن يعرفوا الجمع الايه؟ المتناهي، يعرفون الأسابيع، يعرفون الشهور، يعرفون السنين. أخبرك ازاي ده كله بيعرفوه بدليل لك. وهذا يعني إن الثمانين زي ما بيقول الشاعر ايه؟ سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يا سامي، ثمانين حولا. طب هو يعرفهم ثمانين ازاي؟ يبقى جمع واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد، كل سنة بيجمعها اللي قبلها، واخد بالك، لغاية لما جمع كام؟ 80. اللي يجمع 80 يجمع مضاعفاته. هي فيها صعوبة يعني؟ مش فيها صعوبة. يبقى دي لفتة جميلة إن الإيه؟ إن العرب كانوا يعرفون الجمع، ومش ومعرفة الجمع مش معناها إنهم كانوا يتقنون الحساب، لا، كانوا لا يعرفون الحساب، ولكن كانوا يعرفون الإيه؟ الجمع. ومعلوم اللي يعرف الجمع يعرف الإيه؟ يعرف الطرف. اللي يعرف الجمع يعرف الطرف، خد بالك ازاي؟ زي لما نقول مثلا نص برتقال مع نص برتقال يساوي ايه؟ برتقال. طب لو خدنا نص برتقال بايه؟ يبقى نص برتقال. فهو زي ما هو اهتدى الى ان النص مع النص يساوي واحد صحيح، يبقى برضك هيهتدي ان النص لو اتاخد من الواحد يبقى المتبقي ايه؟ نصف. لان الحساب القسمه والضرب وتصور الكسور ودي كلها حاجات ما يعرفوهاش، دي امور كانوا لا يعلمونها. لأنهم لم يزالوا يعرفون هذين العددين وجماعهم كما لم يزالوا يعرفون شهر رمضان. تمام. باب البيان الثاني. يبقى البيان الأول ده هو اللي هو ما أبان عنه الكتاب نصا، ما أبان عنه الكتاب نصا، يبقى مش محتاج إلى السنة في بيانه. زي إيه مثلا؟ زي الفرض الصيام في شهر رمضان، مش محتاجين بيان من السنة عشان يبين لنا أي زيادة في هذا الأمر. زي كفارة المتمتع 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، واخد بالك، بيان كاف لا يحتاج إلى غيره. قال الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. تمام، كلام جميل جدا. هنا بقى نتكلم على إن النص واضح ولكنه يحتاج إلى بيان السنة، يعني هو واضح ولكنه أيضا يحتاج إلى بيان السنة. ليه؟ لأن كلامه مجمل، يعني في إجمال، يعني هو واضح من حيث إيه؟ من حيث الترتيب، من حيث ذكر الأركان، ولكنه يحتاج إلى السنة في ماذا؟ في بيان المجمل. طب ايه معنى المجمل هنا؟ المجمل عند الاصوليين غير المجمل عند اللغويين. المجمل عند الاصوليين اوسع واعم. يقصد المجمل مثلا ان يكون اللفظ دلا على اكثر من معنى، يبقى ده اجمال. احنا عاوزين نبين بقى اللفظ ده ايه معناه الدقيق، فمعناه الدقيق نطلبه فين؟ في السنه.
نطلبه في السنة. زي مثلا هنا في هذه الآية، إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، خلاص بالفعل الوجه واضح مش محتاج لأي حاجة. وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، اليد دي بتشمل إيه؟ بتشمل الكف والرزغ والساعد. وبعدين كلمة إلى المرافق، المرافق هم اللي هم العظمتين ده، هم دي يسمى إيه؟ مرفق، ده يسمى مرفق. طب كلمة إلى المرافق احنا مش عارفين يا ترى نغسل المرافق ولا نغسلهمش؟ النص هنا ما أسعفناش، لم يسعفنا النص، النص قال إلى المرافق. فيا ترى إلى المرافق إلى هنا بمعنى الانتهاء ولا إلى هنا بمعنى المعية؟ يعني إلى هنا بمعنى الانتهاء، يعني اغسلوا أيديكم منتهين إلى المرافق، يبقى آخر حاجة اغسلها إن هو إذا لما اغسل إيدي اغسل دول بس، غسلنا كده بس، يبقى أنتهي إلى المرفقين، يبقى نهاية الغسل إيه؟ المرفق ده. ولا إلى بمعنى مع، يبقى ممكن أنا أطول أجيب لغاية هنا مثلا أو لغاية هنا حتى، كلاهما محتمل. والسنة ولغة العرب فيها هذا وفيها هذا، مثل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، في آية في القرآن مش عار ناس معينين، كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم لحواريين من أنصاري إلى الله، إلى الله. فمن أنصاري إلى الله إلى معنى مع على أحد الوجوه، ومنه قولهم الذود إلى الذود إبل، الذود إلى الذود إبل، يعني الذود إلى الذود، الذود جماعة الإبل، في إبل صفرة وفي إبل حمرة وفي إبل بنية وفي إبل رملية شكلها شكل الرمل كده أصفر داكن، في إذا في هناك ألوان للإيه للإبل. طيب لو واحد مثلا عنده من كل لون شوية جمال وعاوزين نطلع الزكاة نعمل إيه؟ نقوم جمعينهم على بعض، طالما إن الجنس واحد بس الأشكال هي الإيه؟ المختلفة، نقوم جمعينهم على بعض. زي مثلا واحد معاه دولارات وريالات وفلوس مصر، نعمل إيه؟ نقوم جمعينهم كلهم إيه؟ مع بعض ونطلع الزكاة عليهم كلهم برضه. يبقى الذود إلى الذود، يعني الذود مع الذود إيه؟ إبل. ماشي الحال؟ الذود إلى الذود إبل. وإلى بمعنى الانتهاء ده أصل معنى إلى في اللغة، والانتهاء إما أن يكون انتهاء زمنيا أو انتهاء مكانيا. الانتهاء قد يكون زمنيا وقد يكون مكانيا. لما أقول سافرت من المنصورة إلى القاهرة، يبقى نهاية السفر فين؟ يبقى إلى هنا انتهاء زمني ولا مكاني؟ مكاني. لما أقول ضربته إلى العصر، ضربته إلى العصر، عاد تعجم فيه من الصبح لغاية إيه؟ لغاية العصر، يبقى الانتهاء هنا زمني ولا مكاني؟ زماني. إذا الانتهاء قد يكون زمنيا وقد يكون إيه؟ مكانيا. يبقى وأيديكم إلى المرافق، إذا كلمة إلى أو لفظ إلى لفظ مجمل، لفظ مجمل قد يعنى به هذا وقد يعنى به إيه؟ هذا، قد يعنى به هذا وقد يعنى به هذا. طيب الإجمال ده من اللي هيوضح لنا؟ السنة. فنظرنا في السنة فوجدنا أن غالب وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجاوز المرفقين، يدل عليه فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فدل ذلك على أن بيان السنة هو الذي أوضح هذه القضية. إذن اللفظ في حد ذاته يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيان. واللفظ الذي يحتاج إلى بيان يسمى لفظ إيه؟ مجمل. لفظ إيه؟ مجمل. زي لما أقول مثلا رأيت سهيلا، رأيت سهيلا، الله سهيلا مين سهيل هذا؟ ده لفظ مجمل يحتمل أكثر من معنى. رأيت سهيلا قد يكون سهيلا ده واحد اسمه سهيل، وقد يكون سهيل اللي هو النجم الموجود في السماء، نجم اسمه سهيل. مش احنا قلنا ان النجوم دي ارواح لها اسماء؟ العرب كانوا عارفين ده، النجوم والكواكب ده ارواح او لها اسماء الارواح، يعني تلاقي فيه نجم اسمه الثريا ونجم اسمه سهيل ونجم اسمه العقرب كده، يعني اسماء ارواح. يبقى هذا لفظ مجمل
واللفظ المجمل هو الذي يحتاج إليه إلى تبيين. إنه قال الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة. قال الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. شوف بقى هنا برضك لما جبت الآية فائدة أخرى. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فاغسلوا هذا دليل على أنه لا تصح الصلاة إلا إيه؟ إلا بالوضوء. لا تصح الصلاة إلا بالإيه؟ إلا بالوضوء. وهذا دليل على أن الوضوء لا يكون إلا لماذا؟ للصلاة. يعني الوضوء لا يكون إلا للصلاة فرضا، لكن قد يتوضأ الإنسان دون أن يصلي، دون أن يصلي. وثبت في الصحيح وفي غيره كالترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال إنما أمرت بالوضوء عند الإيه؟ عند الصلاة. إنما أمرت بالوضوء عند الصلاة. إذن الوضوء واجب عند الصلاة، واجب عند الصلاة، إلا إذا كنت متوضئا فأنت مستصحب الوضوء. ماشي الحال؟ دي واحدة. الثانية قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم هذا دليل على أنه لا بد أن يكون على اليد ماء، على اليد ماء يمسح بها الرأس. لابد ان الايد يكون فيها ميه، يكون مبلوله بالميه، فلا يصح مسح الراس بيد جافه. ليه؟ لان الباء فيها معنى الملاصقه، فلابد ان يلتصق شيء باليد عند مسح الراس، وليس شيء الا ماذا؟ الا الماء عند الوضوء. ولذلك ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يمسح راسه بفضل ماء كان في يده. كان يمسح رأسه بفضل إيه؟ بفضل ماء كان في يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما قلناه في إلى المرافق نقوله أيضا إلى الإيه؟ إلى الكعبين، نفس القصة. والكعب اللي هو اللي أنت بتدوس عليه؟ لا، أمال اللي أنت بتدوس عليه اسمه إيه؟ اسمه العقب. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ولكن الكعب اللي هو العظمتان الناتئتان على جانبي القدم، عارفينهم ولا ارفع رجلي؟ طيب ما هو طبعا فالطهارة كيف نتطهر؟ كيف نتطهر؟ بيانت هنا السنة كيف نتطهر. طيب كلام أهل العلم بأن مس المصحف الطهارة هنا ليس هي الطهارة الحسية، ولكن الطهارة هنا هي الطهارة المعنوية. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السفر بالمصحف إلى بلاد المشركين. ليه؟ حتى لا يدنس المصحف، حتى لا يدنس المصحف. المقصود بقوله تعالى لا يمسوا إلا المطهرون، مش إلا المتوضئون، على القول اللي هو اللي عليه بعض أهل التحقيق. فالمسألة كاسعة، ويصير الوضوء للقارئ مستحب ليس واجبا. فاحنا نقف عند هذا القدر ان شاء الله، ولو في عندك اي سؤال شفوي خفيف. في رقم كم دلوقتي؟ خلاص ماشي، يبقى ناخد من اول الايه البيان، البيان الثاني. يعني نبدا ان شاء الله من اول البيان الثاني.